تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعين الأعزاء، صباحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم بنتطرق لمواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، وخلال البرنامج يسعدنا استقبال استفساراتكم مداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. أرحب فريق العمل ويا اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق ميرا المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. صباحكم الله بالخير جميعا. محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. خلال البرنامج مثل ما عودناكم مواضيعنا طبية وصحية، وننتقل موضوع آخر إن شاء الله، وكل مواضيعنا إن شاء الله تكون شيقة وتنال إعجابكم. أذكركم برقم التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله مستمعينا. مثل ما عودناكم أول فقرة من فقراتنا تكون فقرة السوشيال ميديا، ويانا زميلتنا أسماء الجناحي للتعرف على اهتمامات السوشيال ميديا وأقلب ما يدور فيها. صباحك الله بالخير أسماء. صبحتم الله بالنور والسرور دكتور عليك وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. حابين نتعرف على أخبار السوشيال ميديا اليوم. بنعطيكم مجمل الأشياء اللي قاعدة تصير حاليا. نحن موجودين في مؤتمر دبي الدولي 5 للتغذية، نعم، واللي بيستمر لمدة 3 أيام إن شاء الله في الفستيفال سيتي، في إنتركونتيننتال فستيفال سيتي. المؤتمر هذا يعني يشمل كل المختصين من كل العالم يناقشون أمور التغذية، وإحنا نعرف أن التغذية أساس الصحة. صحيح. وأساس الداء. صحيح. سواء وقاية يا أسماء، سواء وقاية أو سواء علاج، يعني في كل النواحي. واحد ممكن يضر نفسه ولا يفيد نفسه بس بالتغذية. صحيح، هذا صحيح، ويعدل مزاجه في التغذية، في كل شيء في التغذية. عندنا أيضا من النصائح نحن نقدمها يوميا على الإذاعة بخصوص مناسبة تحدي دبي للياقة. نعم. ونصيحتنا اليوم تقول حاول الاستفادة من كل خطوة تقوم بها، كل مشي إلى المسجد أو إلى المحلات التجارية، وإلى جانب الحصص المشي الجماعي المنظمة. الناس يعني الحين ما حد يقول حار ما حار، إن شاء الله في الليل الجو جميل الصراحة، أو يتهيأني. صحيح الحين لا الحمد لله الجو متحسن. اسمع، حتى لو الجو يعني نقول الجو حار، اماكن وايد كثيره عندنا يقدر الواحد يستقلها وتكون يعني مكيفه. يعني نضرب مثال اللي هو المراكز التجاريه تكون مكيفه، وما شاء الله المراكز التجاريه عندنا كبيره ومساحات للمشي طويله وتكون مفتوحه من اول الصبح، وتشوفين فيها ناس تمشي، ويعني يعني صراحة اللي يبقي ما بيلقي كل الأعذار. خصوصا في هذا الشهر في وايد فعاليات منظمة. صحيح. على مستوى إمارة دبي، وفيها اندور فيها اوتدور، يعني مثلا نحن عندنا منصة هيئة الصحة. نعم. في مجال الواحد يصير ايضا يمارس بعض الرياضة في منصة هيئة الصحة، ومنصة باقي الجهات الحكومية كذلك الموجودة في الفستيفال سيتي. فاللي حاب مثلا يسوي رياضة واللي ودي عياله يلعبون وشي، المكان مناسب، واهم شيء يعرف إنه يمشي كثر ما يوقف عند الباب. صح. شوي يخلي شوي أبعد شوي أبعد، على الأقل إنه شوي يعود نفسه على المشي. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نحب نقولها إن حطينا سؤال. نعم. عن ما هو الأفضل اختارها صح. جميل. على التويتر قلنا هل المشروبات الغازية أفضل أو مشروبات الدايت، ومثل ما توقعنا 63% يقولون مشروبات الدايت أفضل، يعني وهذه المعلومة. وأيضا على الانستغرام كذلك 63% قالوا أن الدايت أفضل، والمعلومة الصحيحة أن الدايت هو الأسوأ والأفضل. أنه يعني إذا في خاطرك تشرب أي مشروبات غازية، في خاطرك لا تشربها كاملة، يغمى على الأقل خليك شوية، يعني لا تحرم نفسك، لكن ابتعد عن مشروبات الدايت.
ممتاز. ونختمها بالنصيحة الصباحية، لأن دائما الناس حرونا لو كالوري، بس لو كالوريز بس شو الأضرار اللي موجودة؟ إذ كله صحيح كيميكال. صحيح. ونصيحتنا اليوم قبل الانتهاء من عملك اليوم، قم بترتيب مكتبك وأوراقك لتبدأ بداية الأسبوع القادم بروح جديدة. مو بتيجي مكان مكركب نسيتك تتعب، لا لا، رتب وشيء ولا أهم يوم شيء. بتي تحس المكان يعني مرتب ونظيف، يعطيك صحيح، شعور طاقة كل نقل. جديدة تكون وشعور طاقة طاقة. جديد. صحيح. ودمتم بصحة وسعادة وإشارة. ودمتي بصحة وسعادة. أسماء الجناحي خبرتنا اليوم بخصوص اهتمامات السوشيال ميديا وأغلب ما يدور فيها. شكرا لك أسماء. مستمعينا طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برنامج التواصل 6005511414 والرسائل النصية على 4006. بنتكلم الحين وياكم عن مشاركة الهيئة بتحدي دبي للياقة. طبعا تنفذ هيئة الصحة بدبي حزمة من الأنشطة والفعاليات المستمرة والمتميزة ضمن مشاركتها بمبادرة تحدي دبي للياقة للمساهمة في جعل دبي أكثر مدن العالم نشاطا والتشجيع لنبني نمط حياة صحي للوقاية من الأمراض المختلفة. وللحديث عن مشاركة هيئة الصحة في هالتحدي يسرنا يكون ويانا اليوم الدكتورة منال تريم، مدير تنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير دكتورة منال. صباح النور، هي سهل دكتورة، حياك الله. أهلا دكتورة. دكتورة، حابين نعرف فكرة عامة عن مشاركة الهيئة بهذا التحدي. طبعا الهيئة سنويا تشارك تحدي دبي للياقة، ولأن مثل ما حضرتك والمستمعين يعرفون أن اللياقة جزء من الصحة والسعادة في المجتمع. صحيح. ونحن في هيئة الصحة في دبي دائما حريصين على تشجيع اللياقة وتشجيع أنماط الحياة الصحية في المجتمع لتجنب أو الوقاية من الأمراض أو السيطرة على الأمراض المزمنة إذا لا سمح الله أحد وصى فيها. صحيح. طبعا الهيئة لها برنامج كبير هذه السنة في تحدي دبي للياقة. نحن غيرنا فيه شوية، ما عدنا نعتمد على عيادات، وضع العيادات اللي تعالج المصابين. نحن وضعنا عيادات للوقاية من الإصابة. يعني تعدينا مرحلة الوقاية. هذه عيادات أنماط الحياة الصحية اللي متواجدة في الفستيفال. في عندنا هناك عيادة فيها طبيب وممرض وأخصائي غذائي وأخصائي اجتماعي. ينظرون للحالة من منظور أن قد يصاب بأمراض مزمنة مثل السكر، مثل السمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، أمراض لا سمح الله السرطان، اللي هي ممكن كلها الواحد يتجنبها إذا اتبع أسلوب حياة صحي وسليم. صحيح. فتواجد الطاقم الطبي هناك يقومون بالفحوصات لمعرفة نسبة الاختطار بالإصابة، يعني كم نسبة الخطر اللي الشخص معرض له بأن يصاب في المستقبل بالأمراض المزمنة. نعم. ويتم وضع لبرنامج علاجي وبرنامج طبعا بعيد عن الأدوية والعلاج التقليدي. نعم. برنامج غذائي، برنامج لياقة صحية، وبرنامج رياضة. ممتاز. وبرنامج اجتماعي بعد، ويتم تزويدهم بساعات الفتبت اللي هي تساعدهم على أنهم يسجلون إنجازاتهم، يسجلون مراحل تدريبهم عن طريق تطبيق الخاص بتحدي دبي للياقة. ممتاز. بهذه الطريقة يقدر الطبيب أن يتابع تطور حالتهم أول بأول. نعم. فهذه كانت أحد المشاريع الجديدة اللي نحن أطلقناها هذه السنة. طبعاً بما فيها بعد عندنا مشاريع اللي هي المشاركة في الفعاليات الرياضية، مشاركة موظفينا. نعم. وبعض المتعاملين في هيئة الصحة بالفعاليات اللي هي شبه يومية عندنا في المراكز الصحية في المستشفيات. عندنا مباريات كرة قدم، كرة سلة، البولينج، عندنا بعد اللي هي الرياضات القوة، عندنا رياضة اليوغا. فهذه في لها جدول معين ومتوفر في كل المراكز الصحية والمستشفيات، يقدرون المتعاملين أو الموظفين الاطلاع عليه واختيار البرنامج اللي يناسب وضعهم الصحي. وتنوعت الأنشطة كذلك دكتورة. طبعا. نعم. تتنوع الأنشطة لأن الأشخاص اللي يمارسون الرياضة
الرياضة مو كلهم نفس المستوى صحيح. ولا كلهم نفس الذوق. يعني صح. في عندنا ناس تحب الرياضات اللي فيها جري، وفي ناس تفضل الرياضات اللي مثلا فيها ألعاب قوة. في عندنا مرضى يفضلون رياضة اليوغا وغيرهم يفضلون كرة القدم. فنحن راعينا التنوع من هذه الناحية، لأن نحن ما نبغي نفرض رياضة واحدة على الجميع. صحيح. نحن نبغي الناس مع أنهم يمارسون الرياضة بنفس الوقت أنهم يستمتعون فيها لنضمن الاستمرارية. وبعد في عندنا نشاطات مختلفة للتثقيف الصحي عن اللياقة الصحية. نعم. وأنماط الحياة الصحية اللي راح تكون متواجدة أيضا في الفستيفال سيتي عن طريق اللي هم موظفي الصحة العامة راح يكونوا متواجدين هناك. وفي بعد عندنا مجلس شباب صحة دبي. نعم. بيشاركون بتوفير الفحوصات الدورية في أيام معينة أيضا في الفستيفال سيتي. في عندنا فحوصات للأسنان، للعيون، للنظر. في عندنا أيضا فحوصات للضغط ولنسبة الدهون في الدم وللسكري. وهذا على أساس أن احنا نشجع المتعاملين أو زوار الفيليج مثل ما هم يسمون هناك في التحدي على الفحوصات المبكرة والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة. ممتاز. مو بأنها كفعالية رياضة، كفعالية صحية ورياضية في نفس الوقت. هي النهاية الغرض من تحدي دبي هو نشر ثقافة الحياة الصحية. صحيح. والحياة اللي هي تساعد على خفض نسبة الأمراض والاختطار بها. صحيح. دكتورة، وين أماكن تواجد هذه الفعاليات؟ طبعا نحن عندنا فعاليات في كل مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات حسب الجدول والجداول المتوفرة في مراكز تقديم الخدمة اللي هي المراكز الصحية والمستشفيات في اللي تابعة لهيئة الصحة في دبي. نعم. أيضا الجداول متوفرة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهيئة الصحة في دبي، فممكن لأي شخص ينظر لها وبيعرف هي وين. ممكن التواصل مع مركز التواصل الموحد لهيئة الصحة للتعرف أكثر على جداول الفعاليات. ايضا في عندنا عياده متواجده في الفستيفال سيتي في المقر الفيليج اللي هو تابع لتحدي دبي. نعم. وممكن بعد للمتعاملين انهم يزورون العياده هناك ويتعرفون على النشاطات والفعاليات. وفي ايضا عندنا نشاط جميل في العياده اللي هو الجري عشان تخزن طاقه بالميتر، فالواحد يجري عشان يولد الطاقه. ممتاز. وهاي تنحسب له. بس نحن أهم شيء عندنا إن إحنا ننصح الناس المجتمع كله أنهم يحملون على هواتفهم الذكية التطبيق الذكي الخاص بتحدي دبي للياقة، وأنهم يبدون يتابعون تطور نشاطهم عن طريق التطبيق. ممتاز. وهالشيء يعطيهم تشجيع أكثر وأكثر على ممارسة الحياة الصحية. بالضبط. وممكن لكل عائلة أن تنشأ جروب على التطبيق لها هي، يعني للأم، للأب، للأطفال، للأصدقاء، للأهل، يسوون جروب معين لوحدهم. هذا بعد من المزايا اللي يطرحها بعد التطبيق. ممتاز. دكتورة، في فئة عمرية معينة تستهدفها هاي الأنشطة؟ لا، هي ما في فئة عمرية. لو المستمعين يروحون يزورون المواقع هذه بيشوفون أن الفعاليات لكل الأعمار، في للصغير في أماكن مخصصة لهم وفي للكبار. بس طبعا نحن عندنا العيادة. نعم. تستهدف الأشخاص اللي هم 40 سنة وما فوق، لأنهم هذول الفئة العمرية اللي هي أكثر شيء معرضة للإصابة بالأمراض المزمنة. نعم، وهذا صح، له دور كبير بالنسبة لهذا العمر. دكتور، حابين نتعرف أكثر عن أهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني في الوقاية كذلك من الأمراض. طبعا المستمعين كلهم لا يخفى عليهم أن ممارسة النشاط البدني بالطريقة الصحيحة، يوم نقول بالطريقة الصحيحة أن ما نشد على نفسنا لدرجة أن الواحد قد يصاب بإصابات في العظام وفي العضلات وفي الأربطة. ممارسة الرياضة بالطريقة الصحيحة اللي تناسب جسم الشخص وتناسب احتياجاته من التمارين الرياضية، هذه وقاية من الإصابة بالأمراض. الأمراض عادة تكون أحد مسبباتها السمنة، الأكل الغير صحي. والأمراض اللي نحن نتكلم عنها ليست فقط أمراض القلب، أمراض السمنة والضغط والسكري، لكن أيضا في دراسات أثبتت أن حتى السرطان قد يكون أحد مسبباته، أو أحد أسباب عدم استجابته للعلاج هي اتباع أنماط حياة غير صحية. صحيح. طبعا أنماط الحياة الصحية لا تختصر فقط على ممارسة الرياضة، يدخل فيها بعد الأكل الصحي،
والأكل الصحي نحن لا نعني فيه الحرمان أبداً، يعني اللي يمارس الرياضة الصحيحة يقدر يأكل مثل ما يحب، لكن يكون وعي ويكون يحافظ على شو يحط في جسمه. جسمنا مثل الماكينة أو السيارة اللي تحركنا اللي تساعدنا على الحركة، إذا ما نحافظ عليها وندير بالنا عليها ونستخدم لها أفضل أنواع الأكل اللي تغذي عضلاتنا، عضلاتنا راح تتعب. صحيح. ما راح تقدر تستمر معانا مثل ما نحن نبغى. الحين كون الواحد واعي ويفكر أنه والله لازم أتجنب السكريات أو الدهنيات وهالأشياء، لا، كل شخص له حمية معينة تناسب جسمه، تناسب تركيبة الجسم. فالأفضل أن يقومون باستشارة طبيب الأسرة للتعرف على أفضل نوع من الحمية أو من التغذية اللي تناسب الجسم. نحن نشوف على وسائل التواصل الاجتماعي دعايات عن أنواع من الحمية متعددة، الواحد ما يبغى يذكر أساميها، ويقول لك المشهور الفلاني يتبع هذه الحمية والإنفلونسر الفلاني يتبع الحمية. قد تكون نفعتهم هم لأن تركيبة أجسامهم تنفع لها هذه الحمية، لكن هذا مش بالضرورة أنه راح تنفع باقي الناس كلها. صحيح. فكل واحد يتعرف على جسمه، يتعرف على شو يفيده وشو يضره عن طريق مساعدة طبيب الأسرة، فيقدر أن يساعده بوضع الحمية المناسبة له. والحمية هو نظام غذائي وليس حرمان من الأكل. إذا أنا أحب أكلة معينة أنا أقدر أكلها، لكن أراعي إيش كثر كلت منها، وراعي أني أقلل في الأكل الثاني عشان يكون في توازن في أكلي. صحيح. وبنفس الوقت ممارسة الرياضة بالطريقة السليمة على أساس أنه يكون في مثل التوازن في صحتي لتقليل إصابتي بالأمراض. ممتاز. دكتورة، كلمة أخيرة توجهينها للمستمعين خلال البرنامج. الكلمة اللي حابة أن أوجهها للمستمعين أن التحدي قبل الرياضة ليس فقط شهر. الشهر هذا نحن نسويه على أساس أن نشجع الناس ونحفزهم على ممارسة الحياة الصحية، أنماط الحياة الصحية، ولكن إحنا نتمنى أن هذا الشيء يستمر، وكل شخص يكون مسؤول عن نفسه وعن أسرته وليس فقط نفسه. ربة الأسرة أو رب الأسرة لما يشترون الأكل للبيت للعائلة كلها لازم يكونون واعين هم شو قاعدين يقدمون كأكل أو كنشاط بدني لعيالهم، لأحباهم، لأسرتهم، لأهلهم. فكل شخص يكون مسؤول عن أسرته، كل شخص يكون مسؤول عن مجتمعه، حتى عن جيرانه. صحيح. ممارسة الرياضة تكون جدا شيقة وملهمة إذا كانت في جروب، إذا كانت مجموعة وليس صحيح. منفردة. فنحن دائما نحفز على أن المشي يكون جماعة مع الأصدقاء، مع الأهل، مع الأبناء، مع الأم، مع الأب، عشان أولا يشجعون بعض، وثانيا نبغي هذه تكون ثقافة في المجتمع، ثقافة يعني ممارسة أنماط الحياة الصحية. صحيح. دكتورة منال تالي، مدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا عزيزي. شكرا لك، نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة. هذه كانت فقرتنا اليوم بخصوص مشاركة الهيئة بتحدي دبي للإياقة، وكانت ويانا الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي. مستمعينا طالعين فاصل إن شاء الله وراد لكم. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600551414 ورسائل نصية على 4006. حياكم الله. بنتحدث اليوم أكثر عن اليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال، ويعتبر 24 من شهر أكتوبر هو اليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال، حيث تشارك دولة الإمارات العالم احتفاله بهذه المناسبة من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات، سواء التوعوية بهالمرض وطرق الوقاية والعلاج منه. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى انخفاض حالات الإصابة بشلل الأطفال بمعدل 99% منذ عام 1988، من نحو 350 ألف حالة مسجلة إلى 33 حالة في عام 2018، هذا طبعا على مستوى العالم. ويسرنا يكون اليوم ونتحدث أكثر عن هالموضوع مع الدكتورة فاطمة العلماء، رئيس وحدة الأمومة والطفولة بهيئة الصحة بدبي. صباح الله بالخير دكتورة فاطمة.
هلا، صبحت الله بالنور والسعادة إن شاء الله. حياتي. أهلا دكتورة. دكتورة، حابين نتعرف، طبعا اليوم هو اليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال، فحابين ناخذ فكرة عامة عن مرض شلل الأطفال. شلل الأطفال للأسف هو مرض شديد العدوى، وتحدث الإصابة عند لما واحد يتعرض للفيروسات. نعم. الحمد لله مثل ما أنت قلتي الحين وايد، أكثر من 99% يعني قضوا على المرض هاي. الحمد لله. الحمد لله. الفيروس هذا موجود، وفي دول يتكلمون إن عندهم يعني مو منتشر بس فيه. نعم. فهذا الشيء الوحيد اللي ممكن إحنا نقدر يعني نقي نفسنا من هالمرض مع التطعيم. فهالتطعيم وايد جدا مهم، إن نطعم أطفالنا، نطعم كل الأطفال الموجودين في المجتمع، لأن إذا أصاب الطفل بهالمرض بعدين ما نقدر نعالج الشلل. نعم. يعني يصير لهم شلل دائما طول عمرهم. كيف دكتورة يعني ممكن تشرحينا كيف يكون يعني يكون كب يعني ينشل الطفل كليا، ينشل يعني لا قدر الله إذا أي واحد أصاب بهالمرض؟ يعني هذا شوف هالفيروس بيكون نعم. موجود في الجو. نعم. زين، ممكن حد يكون عنده مصاب الله يعزك يدخل عن طريق الفم وفي يتكاثر في الأمعاء. نعم. وبعدين مع الخروج الله يعزك الله ينعم عليك مع الخروج يطلع. نعم. طبعا إذا أي حد يستخدم الله يعزك الحمام ولا مكان مثلا، تخيلي هذا شخص في فيروس شلل الأطفال وفي حمام أماكن عامة، كم شخص ممكن إذا ما مطعم يصيب؟ صحيح. فممكن تدرين أول شيء يكون لما ممكن يكون فيهم حرارة، إذا الطفل مو طعم مثلاً أول شيء يبدأ حرارة عندي، بعدين شوي شوي آلام البطن ممكن إذا شوية يكون أكبر، بعدين شوي شوي ما يقدر يستخدم، ممكن يأثر على عضلات التنفس أو عضلات لما يروحون المستشفى بيكون الطفل خلاص ما يقدر يتحرك، يحرك أطرافه. نعم. بس يكون عندهم شلل، يعني الطفل يكون مخ أوكي كل شيء أوكي، بس يكون لازم يحتاج كرسي متحرك طول عمره، ما يقدر يستخدم أطرافه والأشياء. لأن أطرافه، وهو معدي دكتورة. طبعاً هذا المرض معدي. نعم. يعني إذا كل حد اللي مو مطعم وسهولة اللي يحصل على هالفيروسات بسهولة من أي حد فيه. نعم. ابتدينا نتكلم عن التطعيم، التطعيم اللي هو ضد شلل الأطفال. نعم. إحنا نطعم الأطفال ضد شلل الأطفال من عمر شهرين. نعم. في جرعة على شهرين، على شهر رابع، سادس، سنة ونص، جرعة منشطة، وخمس سنوات. ليش؟ لأن خلوا مرض فعلا خطير، عشان شيء نعطيهم أول شيء ثلاث جرعات أساسية قبل ما سنة من العمر، عقب نعطي على سنة ونص جرعة من النشطة الأولى، ونعطي جرعة ثانية على سن خمس لست سنوات. ممتاز. وهذا بعد إجابة الناس كثيرة تقول أنا أخذ طفلي التطعيم، ليش مرة ثانية يأخذ على هذه السنوات؟ بس نفس ما شرحتي دكتورة هاي جرعة منشطة. نعم. نعم. دكتورة، حابين نتعرف عن أهمية هذه التطعيمات. أهمية هذا التطعيم، يعني شوفي أنت قبل شيء قلتي إن منظمة الصحة العالمية قالوا إن إحنا يعني أكثر من 99% من الأطفال محصنين ضد هالمرض بسبب التطعيم. نعم. ويعني هالتطعيم صراحة وايد تطعيم زين، وإحنا نشجع الأطفال. إحنا شوفي دولة الإمارات إلى الآن ما أعلنوا إن إحنا دولة خالية من شلل الأطفال. ليش؟ لأن إحنا من زمان ما عندنا هالحالة الحمد لله دولة. الحمد لله. بس لأن إحنا دولتنا مفتوحة لكل الناس من كل الأماكن، وفي بلدان المجاورة مثل فيهم شلل الأطفال مثل أفغانستان، عراق، سوريا. فإحنا لأن الناس عندنا وايد تتفاوت من كل مكان، تتفاوت من الدول الأخرى، عشان شيء نعطيهم جرعات. يعني هالتطعيم عندنا يسمونه خلايا ميتة وحية. نعم. التطعيم شلل الأطفال نعطيهم إحنا الخلايا الميتة عن طريق العضل، ونعطيهم بالفم لأن الفم يعطي مناعة أكثر عن الإبر. نعم. فبالتالي تكون المناعة، ومو بس الطفل اللي يأخذ تطعيم، المجتمع كامل يعني تحت مناعة لكل الموجودين في المجتمع. صحيح. إحنا نحكي للآباء والأمهات إن ما يفوتون يعني فرصة عظيمة إن بقاية تصلهم من هالأمراض. تطعيمات. دكتورة، متوفر التطعيمات في المراكز الصحية أو مراكز صحة الطفل بخصوص كل مكان التطعيم. كلها ولا مر الحمد لله دائما متوفر، وأي طفل أي مكان يحضر حسب العيادة اللي يعني كاتشمنت أريا مالهم ممكن يدخل يتوجه على العيادة وعلى طول يعطونهم. نعم. الحمد لله. نعم. بالنسبة دكتورة، ويكون التطعيم ضمن سلسلة تطعيمات الأطفال،
يعني من بنفس الطريقة يعني بروتين. نفس الروتين متوفر هي على شهرين ورابع سادس سنة ونص وخمس لست سنوات. ممتاز. يعني أكثر عن جرعة يستلمها الطفل أساس نتأكد كذلك أن خذ الجرعة المناسبة له وكذلك أساس نضمن أن ما تيه العدوى. دكتورة طبعا بخصوص التطعيم يعني معظم الناس تتخوف من ناحية التطعيم، بعد التطعيم شو المضاعفات البسيطة أو نصيحتك للأهل بعد ما ياخذ الطفل التطعيم؟ عادة هالتطعيم خاصة شان الأطفال تطعيم سيف يعني ما يسوي مشكلة. نعم يا الله ينعم عليك. ولا يعني عادة احنا بعد ما نعطي تطعيم بعد نص ساعة نخلي الطفل عندنا تحت المراحبة في العيادة وعقب يروح البيت. التطعيمات حاليا وايد آمنة، حتى حرارة ما تسوي له نادرا الحمد لله. تطعيم شلل الأطفال سيف ما يسوي أي مشكلة. فإحنا أنا يعني أشجع كل الآباء والأمهات اللي مو براضين يطعمون عيالهم يجون العيادة يطعمون، لأن حرام وها حق من حق الطفل، حقوق الطفل. صحيح، وهذا لازم طفل يطعم عشان يكون عندي مناعة ضد الأمراض. صحيح، ونفس ما ذكرتيها دكتورة هذه حق من حقوق الطفل. يعني أهمية هذا التطعيم وأهمية يعني التطعيمات في العموم، أهمية التطعيم طبعا وايد مهم عشان نقي الطفل من الأمراض. يعني شان الأطفال تخيل يعني طفل مولود سليم ما في شيء وفجأة يصيب هالفيروس وبيكون خلاص ما يقدر يتحرك، ما يقدر يستخدم أطراف ولا شيء. أهلا دكتورة. دكتورة يانا جتنا مداخلة رسالة نصية ويحابين يستفسرون أكثر بخصوص التطعيم، هو نفسه التطعيم اللي موجود في الكتيب اللي يكون موجود مع الطفل للتطعيمات، يكون ضمن هذه التطعيمات. هي طبعا موجود ونفس هالتطعيم هالكتيب اللي في هيئة الصحة توزع على الأطفال وايدين، في معلومات عن التطعيم وفي عن المواعيد مع التطعيم والجرعات المناسبة، كله متوفر موجود في الكتيب. بخصوص حابين نتعرف بعد دكتورة أكثر الجهود اللي تقوم بها الهيئة للتوعية بهالمرض كذلك وبأهمية أخذ اللقاحات للوقاية من الأمراض، هذا بشكل عام خاصة للأطفال. إحنا كل سنة في أسبوع اسمه أسبوع التطعيم العالمي، بيكون في آخر أسبوع من شهر أبريل. نعم إحنا نحاول الله ينعم عليك، إحنا نحاول نروح الأماكن عامة وننصح الناس بالتطعيمات، وفي العيادات مثلا يوم التطعيم للأطفال العالمي في أي كل يوم في يوم مناسبة نجلس هنا في العيادات ونوعي الأهل. يعني يكون كمثل التثقيف الصحي يكون للأهل أو للمجتمع عموما. هي نعم مجتمع عموما، لأن أهم شيء الأهل الأب والأم إذا عرفوا أن أهمية التطعيم يكون طفلهم، الطفل مسكين ما له ذنب يعني، بس هم مسؤوليتهم أن يبون طفلهم بعد الولادة بيعطونهم دفتر كتيب مكتوب عن التطعيمات. وإحنا عندنا سيستم في الهيئة تطرش مسجات، يعني قبل التطعيم 3 أيام يطرشون مسج، قبل التطعيم بيومين يطرشون مسج، بس أهل بس ما عليهم إلا يون تطعيمات مجانا لجميع الموجودين في الدولة. فأتمنى أن كل أم والأب يأخذ هالمبادرة وما يأخرون على طفلهم بهالنعمة العظيمة، يعني تطعيم نعمة من الله وايد. صحيح، خاصة أنه يقي من أمراض كثيرة طفل يمكن يتعرض لها. صحيح، لأن مشكلة ما في علاج، يعني شلل الأطفال إذا الطفل أصاب بعدين ما نقدر نعالجه، شو نقدر نعالجه؟ ممكن نعطيهم دواء لأنه بيسوي لهم تشنجات، ممكن نسوي لهم علاج طبيعي حق عضلاتهم، بس ما في شفاء يعني حرام. صحيح. دكتورة وردنا سؤال ثاني بخصوص التطعيمات اللي يأخذونها الأطفال، طبعا الموصى فيها اللي تكون عندهم في الدفتر أو الموصى فيها، ففي أشياء إضافية يقدرون يأخذونها كوقاية من الأمراض غير عن اللي مكتوب في الدفتر؟ غير عن اللي مكتوب ممكن يأخذون، بس عادة أشياء اللي مكتوب كل أهم أشياء المتوفرة، يعني طبعا بايت في أشياء زيادة بس احنا نعطيهم اشياء اللي محتاجين عشان البقايا لهم، عشان لما يدخلون مدرسه ما يمرضون، اشياء اللي منتشره كل العالم. طبعا في تطعيمات غير لما واحد يسافر دوله ثانيه ولا اماكن ثانيه، هي بس التطعيمات الموجود في الكتيب هذا اهم شيء اللي الطفل يحتاج. هذا اهم شيء. وكذلك دكتوره يعني نفس ما قلتي انت عندنا مثل حملات توعويه، يعني اذا احتاج يعني فرضا احتاجوا لاي تطعيمات او اي شيء تكون في حملات توعويه وتثقيفيه خلال المراكز الصحيه. وكذلك قبل كم سنه كان في مرض شلل الاطفال منتشر واحنا لازم نعطيهم تطعيم اضافي، كنا احنا صرنا وايد اماكن مولات تجمعات وكنا نعطي الاطفال، كان وايد زين.
وكان كذلك للميزلز اللي هي صح، حصبة بعد نفس الحصبة، الشيء، صحيح كان بنفس الحصبة. الطريقة. وكذلك الواحد يلجأ مرات، يعني يمكن في تساؤلات كثيرة كذلك، يعني نعطي الطفل ما نعطيه، في يعني يقدر الواحد يتابع حتى مع مركز الصحي إذا سبحان الله يعني في هذه الفترة تكون فترة الإنفلونزا أكثر. يمكن كنا البارحة أنا وأنتي نتناقش من ناحية تطعيم الإنفلونزا بخصوص موضوع تطعيم الإنفلونزا وخاصة للأطفال، يعني في التطعيم فترة. بعد نعم وايد زين، حرام يعني تطعيم الانفلونزا وايد زين، لانه وايد منتشر الحين حاليا الانفلو مو مثل زمان، الانفلونزا بيكون شديد لان معظم الناس عندهم حصانه بهذا المرض، فاللي ما عنده بيكون عندهم فيروسات اقوى بيكون من الناس اللي ما عندهم مناعه، نعم فتطعيم الانفلونزا بعد وايد زين. صحيح. يا ريت يطعمون عيالهم، لان المدرسه كل المدارس اطفال غايبين عن الدراسه لان كلهم فيهم في الانفلونزا واشياء، صحيح. فتطعيم الانفلونزا ممكن نعطي للاطفال من عمر 6 شهور، ممتاز، من 6 شهور إلى يعني اي موفر. حتى متوفر في مراكز جميع مراكز الهيئه صحيح. الصحه. والناس ابتدت الحين اكثر تتشجع انها تاخذه، لان يعني قد ما يقدرون ما يبون الطفل يتعرض اكثر واكثر للنوبات. دكتوره، كل كم فتره وفتره يقدرون ياخذون تطعيم الانفلونزا؟ تطعيم الانفلونزا كل سنه، يعني هو كل سنه. اسمه الانفلونزا الموسمي، كل نعم سنه لازم ياخذون مره. طبعا اذا الطفل اول مره في حياته ياخذ التطعيم، إذا أقل من 9 سنوات أول مرة يعطوني جرعتين، يعني مثلا اليوم إبرة نعم وعقب شهر إبرة ثانية، إذا نعم أول مرة ياخذ نعم عقب كل سنة مرة واحدة. نعم يكون لأن كل سنة. تخيل يعني هم ما أدري ليش ناس يخافون تطعيم إبرة واحدة نعطيهم، بس إذا ما أعطيناه طعمناهم يكونوا طول الوقت تعبانين، كل يوم يروحون دكتور وكل صحيح. دكتور يعطيهم كمية هائلة من الأدوية، المشكلة فلازم دكتورة، يفكرون. اي والمشكله مرات اخذ النصيحه من الاشخاص غير المعنيين في النصيحه، يعني انت عارفه يعني الناس وايد يمكن بتسمع اماكن التواصل الاجتماعي اي حد يقول اي كلمه، وخاصه المضاعفات، فالاهالي يكونوا متخوفين على اطفالهم اكثر، فهذا هو اللي شوي يخلي الشخص يمكن مرات للأسف يتردد. السوشيال ميديا ناس فهذه يتابعون في أشياء صحيح، وايد يكون غير صحيح، بس فيفضل أنا ياخذ أتمنى الواحد. الأم تي عندنا في المراكز وتسألنا عن التطعيم، وطبعا هاي صحيح أمانة يعني إحنا ما بنقول لهم أي شيء غلط، الله بيحاسبنا قبل ما مش نفهم، كلنا نعطيهم معلومات صحيحة. صحيح. دكتورة، في سؤال اليوم ما شاء الله الأسئلة وايد على التطعيمات، في يعتبر سؤال أكثر بخصوص التطعيم كذلك، التطعيم لازم الشخص ياخذه كل سنة بالنسبة لتطعيم الإنفلونزا بالنسبة يعني للطفل كوقاية عشان ما يمرضون زيادة. وايد كوقاية؟ عندنا أمهات يقولون إحنا الحمد لله الآن طعمنا عيالنا كانوا وايد زينين، الحين هاي الحمد السنة لله. بعد جايين ما شاء الله، صحيح. يسألون هل صحيح نعطي ولا لا، نقول لهم عافية لأن هاي صحيح شيء بسيط. صحيح. وأنا في كطبيبة وايد أسرة بعد أشوفهم اللي خذوا السنة اللي طافت وارتاحوا على التطعيم رجعوا السنة بالضبط بنفس يعني نفس الفترة. صح، لأنه وايد زين، على الأقل يقدرون يكملون دراستهم، ما حد يكون مريض. مشكلة صحيح. إذا الطفل واحد مرض في البيت كل العائلة الجميع ينتقل هذا بسهولة من صحيح. طفل لآخر، صحيح وللآباء والأمهات للأب والأم لكل حد. صحيح. دكتورة، كلمة أخيرة توجهين المستمعين. يعني في اللي أطفالهم أمانة في أعناق الآباء والأمهات، بليز لا تترددون أن أخذ أي تطعيم، ولا تجلسون تشوفون السوشيال ميديا، لأن أصلا كل الأشياء معظم الأشياء اللي يكتبون في السوشيال ميديا أو يتكلمون غير صحيح يكون، فبليز لا بادروا. إذا حد مثلا الحمد لله إحنا عندنا نسبة التغذية عالية جدا في التطعيمات في الحمد الصحة، لله. بس حتى هالواحد أو 2% اللي ما يجون نباهم يجون، وإحنا ما بنرجعهم حتى لو ما عندهم تطعيم، إحنا عندنا قانون اللي ما عنده موعد ويجي حق تطعيم بالعكس نرحب به، لأن نبغى أهم شيء الطفل يكون بخير ومجتمعنا يكون سليم. الحمد لله. دكتورة الحمد لله. فاطمة العلمة، رئيس وحدة الأمومة والطفولة بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك دكتورة. شكرا لك سميرة، حياك شكرا الله، شكرا، نتمنى لكم كل التوفيق. مستمعينا الأعزاء، هذه كانت آخر فقرة عنا في برنامج اليوم، وتكلمنا بخصوص اليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال وكذلك الوقاية منه. أشكركم على حسن الاستماع، أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل، ومحدثتكم الدكتورة عاش البسطي. أتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة وجميلة، واللي على الدوام نتمنى لكم كل الخير وموفقين إن شاء الله، ويعطيكم ألف عافية. نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد على نفس توقيت الساعة 10 الصبح، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع
هيئة الصحة بدبي.